أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بإسهامات المواطنين الكرام في بناء نهضة الوطن الغالي وبدورهم الكبير في تعزيز الجهود التنموية للمملكة وتحقيق الازدهار لها في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه. وأضاف سموه أن المملكة تزخر بعطاء مواطنيها الذين تسعى دائما نحو مواصلة تطوير خبراتهم وتعزيز مهاراتهم من خلال الاستثمار فيهم وخلق الفرص الواعدة أمامهم بما يحقق التطلعات والأهداف ويعود بالنفع لصالح خير الوطن ونمائه. وقال سموه: بفضل من الله أولا، ثم بتكاتف أهل البحرين جميعا، وبدعم أشقائنا المستمر في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، استطعنا مواجهة التحديات المالية وتجاوزها وتوحيد تلك الجهود المخلصة لكل ما من شأنه أن يحقق الاستقرار المالي في المملكة. ونوه سموه بضرورة العمل على تقوية كافة إمكانيات القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ومواصلة تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية واستمرارية تعزيز تنافسية تلك القطاعات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية ويرفد الاقتصاد الوطني. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلس سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ومجلس أبناء المرحوم راشد عبد الرحمن الزياني ومجلس عائلة الكوهجي ومجلس أبناء المرحوم عبد الجبار الكوهجي، حيث أعرب سموه عن اعتزازه برؤية الشباب البحريني في المجالس الرمضانية المختلفة التي زارها خلال شهر رمضان المبارك وحرصهم على التواصل كإحدى القيم الثابتة والمهمة التي توارثناها جيلا بعد جيل والتي تعكس عمق العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة. لافتا سموه إلى الدور الذي يضطلع به شباب البحرين الواعد في رفض عملية البناء والتطوير، مشيدا بجهودهم المتميزة في خدمة هذا الوطن من مواقعهم المختلفة من أجل تحقيق أهداف المملكة التنموية المنشودة، مؤكدا سموه بأن تطوير الشباب والاستثمار فيهم هو هدف استراتيجي نسعى دوما لتحقيقه عبر تنفيذ العديد من المبادرات والخطط والبرامج النوعية في كافة المجالات. من جانبهم أشاد أصحاب المجالس والحضور بما يليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد من اهتمام بتطوير أبناء البحرين في المجالات المختلفة عبر الاستثمار فيهم وخلق الفرص النوعية أمامهم من أجل المساهمة في بناء ونماء الوطن.